أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من الإنذار في وجه المؤمنين. ما أنزل إليكم من ربكم وتتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من قرية أهلكناها ولنقصن عليهم علمي وما كنا غائبين. والوجه يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس لم يكن من الساجدين. قل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من دين. فبإذن الله فما يكون لك أن تتكبر بها فرج إنك من السافلين. وأنذرني إلى يوم يبعثون إنك من المنذرين. فبما أويتني لأعودن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم مع جمائهم ولا تجد مذءوما مدحورا. لما تبعك من الأهل أن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث جئتما رغدا فكلا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فما سمعهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يعصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم نكما عنكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا ظلمنا أنفسنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس تقوى ذلك خيرا ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله واغموا وجوه
عند كل مسجد ودور لسيدنا الدين كما مدكم تغدر من حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مرتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ورزة يوم القيامة كذلك نفسر آيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أجل وإذا جاء أجل ما يستطيعون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم رسول عليكم آيات فمن اتقى وسمروا عنا أولئك عذابنا لأنبياء من افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أراهم لأولاهم ربنا هؤلاء واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجي المجرمين لهم من جهنم الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعجى رسول ربنا بالحق أن نهتدي عنكم الجنة ورتموها بما كنتم تعملون نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا الذين يصدون عن سبيل الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون
كلا بسيما ولد أصحاب الجنة بأنزل عليكم لم يدخلوها ولم وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم ولولا أعلمكم ما كنتم تستنبطون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة علينا من الماء يوم ما أتاكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسوا ما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يهتدون بكتابه وسلام علمه ذر ورمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بعد إصلاحها وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السماء ثقالا سقناه لبلد ميت يخرج نبات بإذن ربه والذي وخسر لا يخرج إلا مكتا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله رسالات ربي أنا لكم ناصح
من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا هذا كن بيد الله بعد مسوها فيأخذكم ملاك ذنب واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إلا بما أرسل به مؤمنا الذين استكبروا إلا بالذي آمنتم به كافرون وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربي وقالوا يا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونزلت لكم ولكن لا تحبون الناس وقلت إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتبخرون وأهلهم إن لم يأتوا كانت من غافلين وترى منظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أرجاءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها أرسلت به والله الذي لم يؤمن واصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولكنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء
يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء. لكم رسالة ربي أنا سعد لكم كيف أرسل لكم كافي أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذناها لها من مسائل والضراء لعلهم هم ضراء تبدلنا مكان السيد الحسند حتى عفوا وبالوا قد مصابا الضراء تطول فتحنا عليهم بركات من السماء وقد أراك كذبوا فأخذناهم بما كان يكسبون من أهل القرى حياتي أما سلام يا توام نائم من أهل القرى حياتي أما سلام وهم نائمون بارك الله يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتعالى قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني حسان من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وجئتكم ببينة من ربكم ربنا لما جاءنا ربنا رب علينا سلم وتوكلنا مسلمين وقال الملأ ما
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وليتك وصدقت الأمام سيد سامع وهم باهر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربك ان يهلك عدوكم ويسلطكم في الارض فيهدرك وتمر ولقد اخذنا آل فرعون بسنين عن عزم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئات يضيروا بموسى ومن معه ألا إنما طال عبد الله ولكن أتلهم ويعلموا مهما تأتنا من آية لتظهر بها كما ينفك بالمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والغمر والنبات ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجال لنؤمننك ولنرسلنك بني اسرائيل كشفنا عن الرجال الى اجل ربان واذا ما مضى فقمنا منهم فاغرقناهم في اليم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما سبق ودننا ما كان لنا من عام وقامه وما كانوا يرجون تجاوزنا ببني إسرائيل البار فاتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى قل لنا إلهك ما لهم آلهتهم إن ضمهم إن هؤلاء متبر ما عملوا وبادر ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وقدركم عذابي وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يبدلون أولاكم يزيون نساءكم في ذلكم بلام ربكم عليه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء
موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا من حريهم عجلا جسدا له خوار غلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن الله سلموني تمر رجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي واسعة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسغاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وقربة وسكتا نبلة حداياكم سنزيد المسلمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسل حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت الهرى ويوم لا يسبتون كذلك نقوم بما كانوا ينزون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم أنجينا الذين ينهون عن سوء العمل الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكفرون فلما عتوا عما نهوا عنه الله ربنا غيرت تنازل فإذا أتى ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ومن منهم الصالحون ومن دون ذلك بلغنا بحسنات السيئات لعلهم يرجعون فغلب من بعدهم غلب ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض فيهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا الله إلا الحق وجلسوا ما فيه الدار الآخرة خير للذين يتقون فلا يعملون والذين يمسكون بالكتاب أقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين وإذ نتعنا الجبل فوقهم كأنه غرلة وظنوا أنه واقع بالخدر فآتيناكم بقوة والذرى ما فيه لعلكم تنتهون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربك قالوا بلى إنا يقولون يوم القيامة إنا كنا عباد غافلين ما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فبدلكنا بما فعل المبطلون كذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاستخسف لعلهم يتفكرون مثلا القوم الذين كذبوا الله وأن الكثير ما يضل فأولئك
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل فادعوه بها وذروا الذين يلدون في أثناء الزيدان ما كانوا يعملون هم يتفكروا ما بصاحبهم أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك فأنك حفي أنا إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء استكثرت من الخير وما مسني سوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يبدشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل سلكاتكم التي تهدي فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل كتابه ويتولى الصالحين والذين تدعون من دونه إن الذين اتقوا إذا مسهم ضيق من الشيطان تذكروا بينهم مرسلوا وإخوانهم فمن دونهم بغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى كان تضرعا وخيفة ودون الجهر من أمواله بالغدو ولا صالح ويأتف من الخافرين إن الذين عند ربك ما يسبحون عن عبادته ويسبحون